السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. في شهر اب 2015 ولدت الطفلة ابيجيل جونز في فلوريدا الولايات المتحدة الامريكية، وعلى الرغم من ذلك كان والداها إيريكا وستيفن يتحضران منذ وقت طويل لوداعها. ففي الاسبوع 18 من الحمل اكد الاطباء ان الجنين مصاب بمتلازمة داون. ستكون طفلة أبيجيل مصابة بالتخلف العقلي تريسومي 21، وإضافة إلى ذلك لديها ورم خبيث وكبير في رأسها غير قابل للجراحة. كانت إيريكا وستيفن على علم بأن كنزهما الصغير لن يعيش إلا لأسابيع معدودة، ولكنهما لم يرغبا في أن تمضي الطفلة حياتها القصيرة في المستشفى، لذلك أحضراها إلى المنزل لكي يستطيعا أن يمضيا معها أطول وقت ممكن، كما نظما جلسة تصوير معها ليحتفظا بذكرها. كبرت أبيجيل مثلها مثل سائر الأطفال، نمت بشكل طبيعي وغالبا ما كانت تضحك فرحا وتتفاعل مع بيئتها. مرت الأسابيع من دون أن يتدهور وضعها، لدرجة أن إيريكا وستيفن بدأا يتساءلان إن كان فعلا مصير ابنتهما الموت المبكر. اتصلا بكافة أطباء البلاد علهما يسمعان رأيا طبيا آخر. خضعت الطفلة أبيجيل لصورة IRM لدماغها في مستشفى بوسطن للأطفال، وهو مستشفى للأطفال معروف في الولايات المتحدة الأمريكية، وما أظهرته الصور غير حياة هذه العائلة تماما. وفسر الدكتور ألان كوهين، وهو جراح أعصاب في مستشفى بوسطن للأطفال في مستشفى فلوريدا، أرسلت أبيجيل إلى المنزل لكي تموت، ولكنني رأيت صور IRM عن قرب ورأيت أمرا مختلفا. بالفعل يوجد ورم في رأسها، ولكن ربما لا يكون خبيثا. اتصلت بالوالدة وقلت لها بأن عليها ألا تفقد الأمل بشفاء أبيجيل. عندما أغلقت والدة أبيجيل الهاتف غمرها فيض من المشاعر، فإلى ذلك الوقت لم تجهز غرفة للأطفال في منزلها ولم تخطط لتلقيح طفلتها، لأنها ما زالت مقتنعة بأن أبيجيل ستموت قبل ذلك الحين. وتخبر إيريكا: كنت أخشى أن يكون أملي كبيرا، وكنت أحاول ألا أصدق الأمر، والآن فجأة عاد الأمل بأن طفلتي ستعيش. وحتى لو قالوا لي أنه لا يوجد فرصة أكيدة 100%، إلا أنني أبقى متعلقة ببصيص أمل. بعد عدة فحوصات أكد الأطباء أن الورم حميد وحميد جدا، ويمكنهم إجراء جراحة له لإزالته من رأس أبيجيل. وأكد الدكتور كوهين أن تشخيصه الأولي كان إيجابيا جدا. بدأت قصتها حزينة جدا، ولكن نهايتها سعيدة. وفجرت إيريكا فرحها على صفحة فيسبوك كأن هذا الخبر هو ولادة ثانية لها. أنا أقفز من الفرح، يكاد نفسي ينقطع عندما أنظر إلى هذه الطفلة الرائعة، طفلتي. الآن أستطيع أن أحتفظ بك، أتحرق شوقا لرؤيتك كيف ستعيشين حياتك. بكل بساطة هذا عجيب. استعدت إيريكا وستيفن لأسوأ الأمور التي يمكن للأهل أن يشهدوها، وهو رؤية طفلتهم تموت. ولكن أملهم لم يذهب سدى، والآن أصبح كل ما يتمناه ستيفن وإيريكا هو أن يستمر حبهم لأبيجيل وأن تتعافى من العملية في أسرع وقت ممكن. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن، ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. سبحان الله، ما أوسع رحمته.